وصفتنا لليوم قوارب البيض التركية باللحم والجبن، وصفة كده خفيفة ظريفة للفطور أو للسحور في شهر رمضان المبارك أو في سائر الأيام. يلا تعالوا نسويها سوا. طبعا مكونات العجينة اللي بعجنها معاكم دائما وصرتوا حافظيني لأي عجينة قليلة بعجن بالمحضرة، بحط قطعة العجن وبشيل قطعة التقطيع وبعجن بالمحضرة. أسهل لي ممكن بالعجانة، بس لما تكون قليلة خلاص عشان المحضرة عندي على طول على الدولاب فبعجن بالمحضرة. راح احط الطحين، راح اكتب لكم مقادير عجينتي في النهاية. طبعا عندي بيكنج باودر، عندي خميرة والسكر جنب الخميرة عشان يساعد على التفاعل اذا ما خمرتوهم من قبل. عندي سكر والملح، تبعدوه شوية لانه بيوقف عملية التخمير. وعندي حليب باودر، وعندي زيت زيتون او زيت طبخ عادي، ممكن سمن كمان اللي انتو حابين حسب رغبتكم عادي. عندي بيضة بتعزز النكهة في المخبوزات وبتخلي العجينة فائقة الطراوة، ممكن تستغنوا عنها ولكن انا بحب احطها تعطيني عجينة رائعة. عندي زبادي، طبعا المقدار قليل، انا مش دايما بحط علبة الزبادي كاملة ولكن عشان ما تضل بالثلاجة فبحطها عادي مو مشكلة. قطعة توست منزوعة الأطراف للعجينة لأنه فيها محسن غذائي بتعطيكم طراوة رهيبة للعجينة. حضيف مية دافية ونبدأ العجن، ما تكتروا لأنه في علبة زبادي كاملة وبيضة. العجينة شايفين ما أحلى العجينة، متماسكة غير ملتصقة. راح أدهن هنا زيت وأحطها تتخمر، طبعا غطوها واتركوها تتخمر حسب وقتكم. أنا سخنت الفرن وطفيته وراح أحطها تتخمر على بال أسوي الحشوة، ما راح تاخد وقت. راح أحضر معاكم حشوة اللحم، عندي بصل، تومة، فلفل أخضر، فلفل رومي وبقدونس، والبندورة قشرتها شلت منها القشر. يا أما بتفرموهم فرم ناعم جدا على أيدكم يا أما بالخلاط، أنا بحب عشان إيش يدخل الخضار كده باللحمة وتتجانس المكونات. راح أخلطهم، خلص منها طبعا لأني خلطته بالخلاط. تمام، لو خلطتوه على ايد، لو قطعتوه على ايدكم ما بيطلع منه سوء. عندي هنا اللحم حضيف على الخضار، بس اول راح اصفي الخضار. لو في اي سوائل يا جماعة الافضل انه تخلط سوائل، بس انا بحب كل حاجة سريعة فهيك. وخلص صفيه وبعدين بضيفه على اللحم. عندي هنا صلصة الفلفل الحلو، صلصة تركية معروفة طبعا. وعندي هنا صلصة ما راح أكتر، معلقة صغيرة تقريبا، أنا ما بحب الصلصة كتير في الأكل. عندي هنا كمون وبابريكا وبهار العثماني وشوي زنجبيل. البهار العثماني كمان بطيب الأكل صراحة، هو بهار تركي، إذا مش موجود عندكم عادي بتقدروا تستغنوا عنه.
وهنا بهار مشكل كزبرة فلفل أسود وملح. طبعا راح أكتب لكم كل مكونات الحشوة بس أخلص والوصفة كاملة كمان زي ما تعودنا. كده حشوة اللحم صارت عندي جاهزة زي ما أنتوا شايفين، شايفين كيف متماسك مع بعض اللحم. طبعا نسيت أحكي لكم إنه اللحم فيه شوية دهن، لو ما في دهن ممكن تحطوا معلقتين زيت زيتون، بس أنا في عندي دهن فما حطيت. وهنا كمان جهزت حشوة الأجبان، هنا عندي موزاريلا وجبنة بولسي نقعتها من امبارح بالليل، غيرت عنها مية كم مرة عشان تخلص من الملح وفتتها. وعندي هنا شيدر بحب أخلط معها شيدر، طبعا الأجبان اختياري حسب الأنواع اللي تحبوها وبقدونس. وراح أخلط كل المكونات. الشيدر يا جماعة بيعطي هذه الخلطة طعم كتير رهيب صراحة، بحب أضيفه أحيانا حتى للبيتزا بحب أضيفه تحت الموزاريلا، بحس بيعطي لذاذة رهيبة في الطعام. كمرت عجينتي وحبدأ أفردها. لأنه راح أفردها على شكل مستطيل فراح أقطعها إيش يعني كده تكون مستطيلة. راح أقطع القطعة هيك كم قطعة وأرجع لكم. ممكن كمان زي الصامولة كده خليها على جنب على بال أقطع الباقي. راح أبدأ أفرد معاكم العجينة. افردوها من البداية بشكل طولي عشان ما تتعبكم. طبعا هاي العجينة بتفردوها بشكل رقيق يا جماعة، ضروري تكون رقيقة. راح افرد اللحم. حتى اللحم يعني لا تكتروا، افردوها برضه كمان تكون الطبقة رقيقة شوي. بهذا الشكل حنقفل العجينة. حنطويها على اللحم. وكده عندي صارت زي شكل القارب. رفعتها على صينية الخبز على بال أسوي باقي الحبات. طبعا بنفس الطريقة حنفرد الجبن واللحم. أسوي معكم كمان حبة بالجبن وبعدين أكمل كل الكمية وأرجع لكم. لما بتروحوا تركيا بتلاقوهم بكل شارع بكل مدينة بكل مكان بأي مطعم، هاي المعجنات لازم تكون موجودة دائما دائما موجودة، وصراحة لذيذة لأنها رقيقة ما بتاخد وقت بسرعة بتستوي. عندي هنا كريمة طبخ وراح أدهنها، ممكن طبعا تدهنوا بيض بس مش كتير أنا بحب أدهنها بيض، فعادي اللي تحبوه زي ما أنتوا حابين ادهنوها. راح أخبزهم في فرن ساخن على درجة حرارة عالية، معروف المعجنات بيحتاجوا درجة حرارة عالية. طبعا أنا نسيت أحط على اللحم دبس رمان يا جماعة، فإذا حابين ممكن تحطوه كده حتى بيطلع شكله حلو بعد الخبز. طبعا
نقطعها. كده في تركيا بقطعت الملوخية بقطعوها. ما شاء الله تبارك الرحمن، جهزت وصفتنا قوارب البيض التركية ولا الطيب يا جماعة. شوفوا لي هالروعة والجمال. وبالعافية، وصفة صراحة بتشهي. جرب معاكم فطاير، شوفوا لي هالجمال. روعة يا جماعة، جربوها. مو بس طيبة، كمان خفيفة، يعني ما بتحسوها تقيلة. شوفوا كيف رقيقة، صراحة طيبة جدا جدا طيبة. اللحم كمان بالعافية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.